أغنية نسيم حرية طبعا غنيتها بدار الأوبرا بمهرجان الموسيقى العربية، وقررت أني أسجلها، غنيناها لايف وقتها، وقررت أني أسجلها وسجلتها من فترة. و دي مش أول غنوة طبعا لمصر، أنا سبق وقدمت 3 أغاني قبل بأكتر من مرحلة وأكتر من ظرف، وقررنا نصورها هلأ لأنه أول شغلة أنه طبعا يعني بدي أهني الشعب المصري بنتيجة الانتخابات بفوز الرئيس السيسي الله يطول بعمره، وبدي أدعي باسمي واسم كل حدا يعني وفي لها الأرض، أرض مصر الطاهرة، أرض مصر الكريمة اللي هي المعطاء، بدي أدعي له بالقوة والصحة له لكل القيادة المصرية لا يقدروا يتخطوا المرحلة القادمة وياخدوا مصر على بر الأمان. وأنا مثل ما شايف هلأ يعني هي حتى الأغنية نسيم حرية أنا عملتها لأنه بعد الأزمة اللي مرقت فيها مصر يعني والإرهاب اللي حاول أنه يخل بأمن مصر، والإرهاب اللي جربوا من خلاله يعني يخربوا بالوطن ويخلقوا فتنة مثل ما صار عنا بلبنان. يعني أنتوا بتعرفوا الإرهاب ضرب أكتر من منطقة عربية، مش بس بلبنان، بكتير مناطق عربية، وهيدا طبعا اللي شفناه هيدا لا يمت إلى الإنسان العربي بأي صلة. أكيد هيدا يد غريبة حاولت تدخل على مصر وعلى لبنان وعلى كتير من البلاد العربية لتخلق فتنة وتخلق زعزعة بالأمن. فالحمد لله يعني بعد تماسك الشعب المصري وتماسك وقوة الجيش المصري وإثباته على أنه هو فعلا على قد المرحلة الصعبة اللي مرقت فيها مصر، وأثبت بأنه جيش يعني نحن نفتخر فيه للحقيقة، جيش عربي عنده القدرة أنه يوقف بوجه المراحل الصعبة، ورغم كل التحديات قدر يعني الشعب المصري والجيش المصري والقيادة المصرية بحكمة كمان الرئيس المصري اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يتخطوا الظروف الصعبة. فهيدي الحالة خلتني اني اعمل اغنية نسيم حرية. وقررنا نصورها وسأبت الانتخابات المصرية، فاجت بنفس الوقت، واسمحي لي كمان بما انه بنفس الوقت وفوز الرئيس السيسي بتاني يعني ولاية له، وقال له ان شاء الله الف مبروك لك ولمصر، وان شاء الله بتكون الـ 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 يعني هل الانتخابات هي كمان اخذتنا على ايام افضل واحسن بحكمتك وبقدرتك على استيعاب و رعايتك للبلد وللشعب المصري الحبيب الغالي. نحن بنعتبر مصر دايما يعني كان كلبنانيين وحتى العرب كلنا بنعرف انه دايما مصر هي كانت فاتحة ابوابها لكل الاشقاء العرب، ان كان اللبنانيين وان كان من الخليج او من كل البلاد العربية. وحتى إذا بدنا نحكي عن الفن اللبناني والمصري، نحن دائما بنعتبر مصر يعني هي بلد الفن، وهي اللي يعني فتحت لنا أبوابها. أنا بالنسبة لي يعني ببداية التسعينات لما أول ما جيت لهون وما زلت لغاية اليوم من أهم الحفلات والمهرجانات اللي قمنا فيها أيام أضواء المدينة وليلة التلفزيون وحفلات الربيع، يعني ذكريات لا تنسى. فمش هناك أنا يعني بلاقي قد ما أقدم لمصر وللشعب المصري، نحن منكون مقصرين، بتستاهلوا أنتوا أكتر، وحبنا لهالبلد ولشعب هالبلد الطيب ما له حدود. يعني نحن بنعرف وعنا يقيم قد الشعب المصري فعلا عنده حب واحترام للبنانيين وللبنان ولبيروت بشكل خاص. يعني دايما بأصعب الظروف اللي مرقت فيها بيروت كان دايما السائح المصري موجود، يعني ابدا ما يعني دايما بكل المراحل كان يعني المصريين ما انقطعوش عن لبنان لغايه دلوقتي. الاغنيه
حاولنا ان يعني نقدم عمل نرجع الأغنية الوطنية المصرية لزمن الجميل. يعني لو سمعت الأغنية ممكن تقولي بتذكرني بأغاني الستينيات والأيام الثورة، يعني اللي فيهم الكلمة مع اللحن، اللحن اللي فيه الموسيقى الشرقية الطابع المصري البلدي. فهي ما حاولناش نستعمل فيها تقنيات اللي هي إلكترونيك كتير، حاولنا نحافظ على طابعها الشرقي المصري، وعلشان نحسس المستمع المصري ان هو بيسمع حاجة جزء منه، يعني هو اتعود عليها. وهي ألحاني على فكرة طبعا تسجلت هنا في مصر، بس كنت حابب أقدم حاجة يعني تكون تذكرنا أيام بالأغاني، أيام زمان، أيام الستينات. أنا اللي بختار كل أغنياتي وأنا اللي بقرر يعني القرار النهائي لألي طبعا، يعني مش ديكتاتوري، بسمع كل الحوالية، ولكن بالنهاية القرار النهائي لي أنا. لا سبق وتعاملنا من فترة طويلة بأغنية صغير الدنيا وحبيبي يلي نسيني، ودي تالت غنوة مع بعض. حبي للفن وشغفي ما في شيء ممكن يضاهي أي عمل تاني، ولكن دايما يمكن في حب الأسرة، عيلتي مثلا، انتمائي لألون، التزامي معهم، بعتبره كمان بوازي، ولكن ما نقدرش نجمع بين الاثنين. كل حد كل شيء وله يعني وقته ولي شغف. أنا بحب الحاجة الحلوة، يعني فيلم ومسلسل شيء حلو أكيد بحب شوفه يعني، بس أنه إذا بتسأليني أي حقبة من الزمن، أنه أكيد دايما في عنا حنين للماضي، ودايما في عنا حنين للأفلام القديمة، ولأنه صاروا الممثلين الكبار يعني اللي هم إحنا ربينا على أفلامهم وعلى مسلسلاتهم، صاروا جزء من صاروا بوجداننا إذا بدك. فدايما لما بنشوفهم مستحيل ما نقدر يعني نقدر إنه نكفي ونحضر ونستمتع بأفلامهم. كان أقرب أغنية لقلبي من أرشيفي أنا هي كانت باب عم يبكي مثلا، بحبها قوي وليها ذكريات عندي قوية وبتذكرني بحاجة غالية على قلبي، فهي من أكتر الأغنيات اللي بتأثر فيها لما بسمعها ولما بغنيها. أتمنى لمصر دوام الاستقرار والسلام والهدوء، ويا رب يعني تكون الأيام الجاية حاملة معها كل الأمن والأمان لهالبلد الغالي الحبيب. ومرة تانية بقول مبروك لمصر في انتخاب الرئيس السيسي، و يعني وإن شاء الله الله يكون معاه ومع القيادة المصرية وكل القيمين على البلد لحتى تفضل مصر دايما بلد السلام والحب والمحبة زي ما تعودنا عليها في كل الأزمنة. عاصي من الناس المجتهدة جدا وشغلت معه قبل كده، وبنبسط جدا مع شغلي مع عاصي، لان عاصي حد ملتزم جدا، حد بيحب شغله ودؤوب في مواعيده في كل حاجه، وبحبه، نجم كبير جدا يعني، فانا مبسوط جدا وانا بشتغل معاه. فلا في فرق طبعا بينه وناس كتير جدا يعني، عشان كل حاجه الواحد ساعات بيخش الارض بيبقى مبسوط بالناس اللي حواليه، بالغنوه طبعا، الغنوه عن مصر فالواحد سعيد بيها جدا، ف الاتموسفير لطيف، عشان كده كنا مبسوطين، مش انا بس يعني، حتى الاولاد الصغيرين يعني، ده طفل يعني في الاخر يعني، مش التصوير مش هيفيدنا في حاجه لو طفل تعور او اي حاجه زي كده يعني، فلازم نشوف ماله، والحمد لله ان هو كويس. بس بالنسبه لـ The Voice، هو يمكن The Voice يعني شافت الناس الناحيه مختلفة عني وعن كل الفنانين يعني، هو ضوى على مواضيع تانية. الناس متعودين علينا بالحفلات والمهرجانات والمسرح،
والكليبات، ولكن ما شايف يعني ما شافوناش في الطريقه دي. يمكن صرنا قراب عليهم انسانيا اذا بدك، واكتشفوا فينا انه نحن ناس طبيعيه مثلنا مثل البشر، بنهزر وبنعيط وبنفرح وبنحزن يعني، وشافوا الطابع او الجانب الانساني من الفنانين، اللي خاصه انا يمكن الناس شافوا الوجه الاخر اللي هو الطريف، بحب الهزار، بحب المقالب، بحب الحياه. يلا من الاول، اغنيه نسيم حريه طبعا مش اول، يعني انا سبق وغنيتها بمهرجان الموسيقى العربيه في دار الاوبرا. يلا من الاول، اغنيه نسيم حريه طبعا مش اول، يعني انا سبق وغنيتها بمهرجان الموسيقى العربيه، يعني نحن يمكن النهارده او بكره. الزبابه